Lots of Love، الكثير من الحب هو عنوان العرض الرائس اللي قدمته فرقة الرقص البريطانية بروتيين للوكا سيلفستريني على مسرح بابل. ست رائسين استخدموا لغة الحياة على شبكة الإنترنت ببحثهم عن الرومانسية، حيث بيتحدثوا وبيرقصوا بالوقت نفسه، بيتطرقوا لقواعد الأحاديث الإلكترونية الغير واضحة، وبيدلوا باعترافات مباشرة أمام الجمهور، ومن خلال الرقص بيعبروا عن بعض طرق التواصل على شبكات التواصل الاجتماعي. لول بلبنان كجزء من جولتهم الإقليمية بالعام الماضي أدوا بمهرجان أدنبرا، وأخذ هالعرض استحسان الجمهور. لهالسبب نحن بالقنصلية البريطانية شعرنا أنه لازم يكون هالعرض بلبنان، حيبدوا جولتهم هون وينتقلوا للمغرب، مصر وفلسطين. أنا برقص أنا هون، حلو الواحد يتعرف على قصص جاية من برا على لبنان يعني. وانا انبسطت انه شفت كثير عالم، تفاجأت. انا فكرت انه ما راح يكون في عالم، لانه بالعاده ما عم بيكون في كثير عالم عم تحضر مسرح، بس انه حلو انه شيء جديد. واصلا لازم انه اتس نايس يعني تعرف على غير كالتشرز. بحب المسرح الرائس، انا من قبل ما فوت ادرس مسرح بحب يعني كثير بيلفت لي نظري، وفي كثير اصلا مش بس رقص، الرقص فيه تعبير، فبيعبروا يمكن مش ضروري عم يحكوا، بيعبروا بجسدهم بطريقه كثير حلوه استاتيك، وبيوصلنا الافكار. خبرونا عن الفكرة صراحة، كنت عم بقرأ البروشور قبل شوي، حبيت كتير فكرة إن تعرف التواصل الاجتماعي هو منه شيء ملموس، كتير حابب شوف كيف معقول هالحب ممكن يتجسد على المسرح من خلال الشبكات الاجتماعية. يعني هذا شيء كان ملفت لإلي يعني، وأكيد يعني سمعت هالشيء من خلال البريتش كونسل يعني. الدكتور بالجامعة قالنا تنشوف كيف الكوربوريل والرقص، فحبينا نجي نشوف. عرفت فرقة بروتيين بابتكارها مسرح رائس عميق مستوحى من واقع الحياة، وهالعرض كثير من الحب شارك بمهرجان أدنبرا اللي نظمه المجلس الثقافي البريطاني عام 2011. بعتقد انه انا بالنسبه لي اللي حلو بهالمسرحيه هو الطريقه يلي توصل للتاكس تبعه لوكا سيلفستيني اللي هو المخرج والمنتج لهيدي المسرحيه، يلي هي عمل عده ورشات عمل مع عالم من كل الاعمار ومع عالم من كل اذا بدك يعني عندهم بيشتغلوا اشياء يعني مثل كل واحد حسب شو بيشتغل. Smart, sexy, reliable, and he's always on standby. He's super.